أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحدوتة. أدخل في الموضوع على طول؟ حاضر، هجيب لكم من الآخر. النهاردة هقولك إزاي تثبت أي حد، وش كده. هقولك إزاي تثبت نفسك من غير ما تنطق بولا كلمة. هقولك إزاي تبيع أي حاجة حتى ولو كنت بتبيع الهوى. هقولك إزاي تبيع أي حاجة لأي حد من غير ما تفرق كتير. من الآخر يعني هقولك إزاي تودي أي حد البحر وترجعه عطشان. فلو عايز تتمكن من الفن ده طول بالك معايا وكمل الفيديو للآخر. الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة متعلق بسلسلة ازاي تكون باشا في نفسك، بس هنبص على الموضوع من زاوية مختلفة. بدل ما تحس بنفسك وان انت اللي على وضعك، هقولك ازاي تخلي اللي قدامك هو اللي يحس بيك. بس قبل ما اشرح الفكرة او الاستراتيجية لازم تفهم يعني ايه تثبت اللي قدامك. ما هو الموضوع اصله مش خناقة ومش معلمة واكيد مش شبحنة. انت باشا في نفسك وملك الشياكة، لابق وانيق، مش عبد موتى. تثبت اللي قدامك معناها ان انت تمشي كلامك عليه من غير هو ما يشك فيك، من غير ما يسأل اسئلة كتير، ومن غير ما يصدك، واهم حاجة من غير ما هو يحس ان هو مضطر او محتاج او حتى عايز يرد عليك. عشان تعمل كده لازم تبقى باشا معلم، لازم تبقى عارف ازاي تطمن اللي قدامك، ولازم تكون فاهم ازاي تأثر عليه، لازم تبقى عارف ازاي تدخل عليه علشان تأكد له ان البحر مش طحينة. اول حاجة لازم تكون فاهمها كويس جدا هي ان انت تكون مدرك ان تقريبا كل الناس اللي حواليك، يعني تقريبا كلهم، حمير اغبياء، يعني متعبين وبيفركوا كتير على الفاضي وعلى المليان. عارف ليه؟ لانهم فاكرين نفسهم اذكياء، عندهم اعتقاد ان هم بيعرفوا يسيطروا على نفسهم، ومتخيلين ان هم الاشباح اللي فاهمين الدنيا وما فيها. اي حاجة تحاول تقنعهم بيها او اي حاجة تحاول تبيعها لهم هيشكوا فيك حتى ولو انت كنت بتقول الحقيقة. ما هو اللي قدامك ما يعرفكش، فهيصدقك ليه؟ ايه هو حجم مصداقيتك عنده؟ فاهم قصدي؟ فاي كلمة تقولها هيسألك فيها بدل السؤال 10 علشان يطمن ان انت مش بتنصب عليه. ودي حقيقة، انت مش نصاب، بس هتقنع الحمار اللي قدامك بكده ازاي؟ هي دي الحرفنة، فطول بالك معايا. هرجع تاني للنقطة الأساسية، استوعب ان تقريبا كل الناس اللي حواليك حمير، فاكرين نفسهم أذكياء لمجرد ان هم عارفين طريقهم للبيت. طبعا انت عايز تسألني دلوقتي، يا عم فارس، ايه هي علاقة الحمار بانك تثبت اي حد؟ ايه هي علاقة الحمار بانك تقنع اي حد باي حاجة؟ لا بقولك ايه، ركز معايا كده، لان العلاقة موجودة وقوية جدا كمان. الحمار مش فارق له هو سامع ايه منك، هو حمار، مش ذنبك ان هو مش مستوعب شياكتك وان انت ابن ناس مش نصاب. الحمار مش بيفرق له اي حس عنده، لا بيفرق له حاسة الشم، ولا بيفرق له حاسة السمع، ولا بيفرق له اي حاجة. صدقني الحمار مش بيفرق له اي حاسة غير حاسة واحدة بس، وهي حاسة البصر. هي دي الحاجة اللي انت هتلعب بيها عشان تعرف تدخل جوه مخ الحمار وتقنعه باللي انت عايزه. يبقى السر النهاردة في المظاهر مش في اللسان. المظاهر هي أسرع طريق لقلب الحمار، وانت لو عايز تقنع أي حد بأي حاجة يبقى لازم تلعب على قلبه، لأنه هو ده اللي هيطمنه ويهدم له كل الشكوك. أسرع طريق لقلب الحمار بيبدأ في عينيه مش في ودانه. يعني لو انت مثلا عايز تبيع له سيرفيس، خدمة يعني بتقدمها له، بدل ما تشرح له هو هيستفيد ايه وري له نموذج. لما تكون عايز تقنع الحمار بحاجة ما تحاولش تشرحها له بكلامك، هو اصلا مش هيسمعك بما انه حمار ومش بيفهم لغة البني ادمين. هو مش هيفرق معاه اي حاجة غير الحاجة اللي انت بتوريها له، لان ده بالنسبة له دليل على مصداقية اللي انت بتحاول تقنعه بيه. فتعمل ايه حضرتك علشان تسلك الطريق لنفسك؟ العب بالمظاهر، العب على حاسة البصر عند اللي قدامك. طلع للحمار حزمة برسيم، هتلاقي عينه بتلمع وهتلاقي قلبه بيرفرف. وبكده احنا حطينا أرضية للقانون 37 في كتاب قوانين السلطة 48 للكاتب روبرت جرين. Create compelling spectacles، يعني اخترع مناظر تخلي عين اللي قدامك بتلمع لما يلاقي ان انت صورتك في عينه بتتضخم. المناظر بتبهر الناس وبتخليهم يشوفوا صورة معينة انت اللي بترسمها لهم، وده بيخليهم يعتقدوا ان انت الفنان اللي مفيش زيه. طول ما هم شايفين الاكلة الشهية اللي انت بتطبخها هيستموتوا علشان تدوقهم معلقة منها، وانت ساعتها بقى هتحط لهم السم في العسل. علشان تثبت اللي قدامك يبقى لازم تضمن ان هو مش هيرد عليك، وعلشان ما يردش عليك يبقى ما تقولش اي حاجة اصلا. العب على عينه مش على ودنه علشان توصل لقلبه وتطمنه. فبدل ما تعتمد على لسانك شاور للي قدامك على الحاجة اللي هو لما هيشوفها هيرتاح. يبقى احنا النهاردة هنلعب بسلاح الصمت، وخليكوا دايما فاكرين ان لو كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب،
ومع سلاح الصمت هخليكم النهارده تلعبوا بسلاح الليزر. الليزر ده اللي كنا بنضربه في عين صحابنا واحنا صغيرين، فاكرينه؟ اهو الليزر ده بقى انت هتستعمله علشان تشاور للشخص اللي انت عايز تقنعه بحاجه على الدليل اللي هو لما يشوفه هيطمنه. خلوني اقول لكم اكتر عن فوائد الصمت وقيمه المظاهر. 1، الكلمه اللي بتخرج من بقك عمرها ما هترجع تاني، فما تنساش ان الشخص اللي قدامك هيحلل كل كلمه وكل حرف انت بتقوله له علشان يتاكد ان انت مش بتنصب عليه. فكل ما كلامك قل، كل ما اللي قدامك هيبقى عنده حاجات اقل يفكر فيها ويحللها ويأوفر ثينك فيها، لكن النموذج البين اللي انت بتوريه له هيشك في ايه فيه؟ فاهم الفكره؟ الانسان بيطمن لما يشوف مش لما يسمع. يعني بدل ما تقول للي قدامك انا هعمل لك، وريله النتائج اللي انت حققتها لغيره. بيع انجازاتك مش كلامك. الكلام سهل انه يتوه وسهل ان الواحد يشك فيه، لكن النموذج زيه زي الدليل بالظبط، بتشوفه بعينيك فمش هتقدر تشك فيه، هتطمن. 2، بدل ما انت اللي تتكلم خلي اللي قدامك هو اللي يسأل وانت اللي ترد عليه. كده هتبقى انت ضحكت عليه واوهمته ان الحوار بيدور في النطاق اللي هو عايزه. يعني لما هو يحس ان هو اللي مسيطر على الحوار اللي داير بينك وبينه مش هيشك ان انت بتلعب عليه. فاياك تتطوع باي معلومة لاي حد الا اذا هو سألك فيها بشكل مباشر. الناس من كتر ما هم عندهم اعتقاد ان هم اذكياء هيفترضوا فيك سوء النية، ودايما هيحسوا ان انت يا بتحاول تبلفهم يا بتحاول تتوههم. فمش بس هيشكوا في كل كلمة انت بتقولها لهم، لا دول كمان هيعتقدوا ان الحقيقة هي عكس كل حاجة انت بتقولها. فاتكلم بأقل من الضروري فقط لو كنت عايز تبيع حاجة للي قدامك أو لو كنت عايز تقنعه بحاجة، لكن طول ما هو شايف نتائج قدامه، نماذج على هيئة صورة، حاجة هو قادر يشوفها بعينيه عشان يتأكد من صحة اللي انت بتقوله له، مش هيشك في الواقع. أصله هيشك في إيه؟ اسند نفسك على إنجازاتك، على الحاجات اللي انت خلاص عملتها قبل كده، لكن ما تسندش نفسك على الحاجة اللي انت لسه ناوي تعملها والله أعلم بقى هتنجح ولا مش هتنجح، عشان هو 100% هيحس إن الموضوع فيه إنه. اسند نفسك على الماضي، لان الماضي بالنسبة له هو الدليل على ان مستقبله هيبقى احلى طول ما انت معاه وطول ما انت موجود. 3، الناس بتحب تجادل في سبيل الجدال، مش عارف ليه. طول ما انت بتشرح حاجة لحد، مهما كان شرحك كويس ومهما كان الكلام اللي انت بتقوله يبدو منطقي بالنسبة له، هو 100% هيرد عليك. ممكن كده في نص ما انت عمال تتكلم وبتحاول تبيع له البيعة وبتحاول تقنعه بيك، تلاقيه في النص كده راح سألك سؤال انت مش عارف اجابته، وتبقى انت كده حرقت مصداقيتك. فبدل ما تقول له انا هعمل لك كذا وكذا وكذا، قول له والله حضرتك انا اشتغلت مع فلان الفلاني وفلان الفلاني اللي هناك ده برضه، وده اللي انا عملته له، عملت ده وعملت ده وعملت ده. طول ما انت بتحاول تكلمه في الحاجات اللي انت خلاص عملتها هتعرف توريها له، انما طول ما انت عمال تقول له انا لسه ناوي اعمل لك كذا كذا في المستقبل من غير ما توري له اي نموذج، هوش عرفه انت هتعرف تعملها ولا لا. ما تديش اللي قدامك مساحة يسألك اسئلة ملهاش اي 30 لازمة، وخليك عارف ان ده مش هيحصل الا اذا انت اتكلمت زيادة عن اللزوم. خلي بالك ان كتر كلامك هيدي للي قدامك مساحة للنقد، فاقطم على طول. خير الكلام ما قل ودل، لكن المظاهر بتسحر اللي قدامك. البني ادم دايما حاسس ان الحاجة اللي هو شايفها هي الحقيقة الوحيدة والمؤكدة، فالعب على النقطة دي. الكلام ده بقى ينطبق على حاجات كتير قوي، زي مثلا لما تبيع حاجة لحد، لما تحاول تقنع واحدة ان انت انسب واحد ليها علشان ترضى تخرج معاك، لما تلاقي مديرك بيقولك ان انت مش شايف شغلك وانك بتتدلع، وبرضه لما مديرك يجيبك في اجتماع علشان يستجوبك او يقيم ادائك، ولو عايز تقنع حد ان انت تدخل معاه شريك في مشروع. الحمير دول كلهم انت تقدر تثبتهم لو طلعت لهم نوع البرسيم اللي هم بيحبوه، والبرسيم ده يرمز للصورة اللي هو لما يشوفها هيطمن، يرمز للنموذج الحي اللي انت بتوريه للي قدامك علشان تقطع الشك من اليقين. الحلقة الجاية بتاعت يوم الجمعة هقول لكم ازاي تعملوا كده بالتفاصيل، وهجيب لكم معايا امثلة من المواقف اللي بتقابلنا في الحياة كل يوم. النهاردة الكلام نظري، بس مش قادر اقول لكم قد ايه مهم جدا انكم تفهموه. عشان تكون باشا في نفسك لازم تكون معلم، معلم فاهم الدنيا اللي حواليك بتمشي ازاي. اكيد احسن بكتير يعني ما تكون انت خروف عمال بتعظم ملك الغابة اللي انت فاكره اسد وهو اساسا حمار. من غير ما اجيب في سيرة حد هديكوا مثال حي يثبت لكم ان المظاهر فعلا بتجيب نتيجة. مش معنى كده ان انا كمحمد فارس متفق مع اللي انا هقوله دلوقتي. ما تنسوش يا جماعة ان انا بعمل ملخصات للكتاب وان انا مش بجيب حاجة من عندي، بس هي دي الحقيقة المرة. تلاقي شخص فنان في نفسه كده منزل لك صورة ليه على انستجرام وهو حاطط في ايده كده ساعة تمنها 500,000 جنيه، نفس ايده دي في نفس الصورة بيكون حاططها على ديركسيون العربية اللي هي بقى فراري ولا بورش ولا لامبورجيني الله اعلم، مش فارقة يعني.
المهم ان من كتر المظاهر دي ما بتخدع اللي بيشوفها، الناس بتقوم ضربه المثل بالشخص اللي منزل الصوره ويقولوا عليه ايه، اهو مثال حي ان اللي بيسعى بيوصل. وبما ان الناس عملت منه ايقونه، هيروحوا يعملوا له فولو علشان يتابعوا العظمه والاسطوره الحيه. ولما الناس تعمل له فولو، القاعده الجماهيريه بتاعته هتزيد. هو بقى اللي منزل الصوره هيحس ان الكلام ده بيجيب نتيجه، فهيقوم مكتر منه، هيقوم مكرر الدوره تاني، بس المره دي بدل ما ينزل لك صوره للساعه وللعربيه، هينزل لك صوره ليه وهو قاعد على البسين في القصر بتاعه اللي في الساحل الشمالي او في الجونه. فتقوم الناس ضربة بيه المثل تاني، فالقاعدة الجماهيرية بتاعته تزيد تاني، وساعتها يبقى عنده بدل الفولور ملايين. بعد كده المنتجين يروحوا له ويدوا له ادوار بارقام فلكية، على اساس يعني ان كل حد هيتفرج عليه بما ان هو الايقونة حبيب الكل. بعد كده الاعلانات هتزيد بما ان نسبة المشاهدة عالية، واخيرا الكاش هيتراكم في زمن قياسي. على فكرة انا عارف كويس قوي مين اللي هيجي في بالكو وانا بقول الكلمتين دول، بس الاستراتيجية دي بيستعملها كم رهيب من الناس اللي بنشوفهم كل يوم على الميديا. انا مش بتكلم على شخص واحد بس، انا بتكلم عن كل الناس اللي بتتبع الاستراتيجية دي، ومليش اي مصلحة في ان انا هاجم حد. للأسف هي الدنيا اللي احنا عايشين فيها كده، كل ما بلغت في مظهرك كل ما هتلاقي ان الناس عاملين منك ايقونة رمز، وده طبعا بدل ما يقولوا ان انت بتتفشخر عليهم علشان تعزز نفسك وتعبي جيبك. اهو اللي بيعمل كده مش بيفرض نفسه عليك، مش بيقولك انا ناجح، مش بيقولك انا معايا فلوس، ولا حتى بيقولك اعمل لي فولو. هو بس هيوريك نبذة من حياته الخيالية اللي انت نفسك فيها، وهيسيب الباقي عليك. انت اللي هتفترض ان هو ناجح، انت اللي هتخلي الباقي يتابعه، وانت اللي هتخلي اسمه يسمع في كل مكان، انت اللي هتسوق له، وانت اللي هتقوم له بالواجب، يعني انت اللي هتعظمه بدل ما هو يعظم نفسه. تعرفوا دريك يا جماعة؟ واحد من اشهر المغنيين اللي في العالم، وانا عن نفسي بحب اسمع اغانيه على فكرة. المهم ان الراجل ده الاسبوع اللي فات بس اعترف انه هو عمل كده، من يجي 10 سنين كده او جايز من اكتر كمان، نزل صورة ليه وهو راكب في عربية رولز رويس علشان يتفشخر بيها ويقول للناس انه هو ايه، وصل خلاص. دريك اعترف بده، اعترف ان هو لاعب بالمظاهر وعمل كده علشان الناس تعمل منه أيقونة ويقولوا عليه ايه، يضربوا بيه المثل يعني، ويقولوا ده جابها من تحت الصفر. اللي يضحك ان هو اساسا كان مأجر العربية دي، وانها ما كانتش بتاعته، هو ما كانش معاه فلوسها اساسا. عارفين اصيع حاجة في القصة دي ايه يا جماعة؟ الصياعة ان هو نزل الصورة دي النهاردة. ليه بعد 10 سنين جاي تعترف النهاردة؟ برضو علشان الناس تعمل منه أيقونة. بيفكرك يعني ان هو حتى بعد كل ده وبكل اللي هو فيه، هو جابها من تحت الصفر عشان تضرب بيه المثل تاني، وتقول طالما دريك وصل كده انا كمان ممكن اوصل. بس بدل هو ما يقولها لك خبط لزق كده، ساب عقلك الباطن هو اللي يستنتج ده لوحده، هو ورانا البرسيم واحنا عملنا له الباقي. في ناس كتير ممكن تحس ان اللي انا قلته النهارده مش مفيد، بس عمرك ما هتعرف تكون الشخص اللي انت نفسك تكونه الا اذا انت فهمت ان الناس مش فارق لها اطلاقا اللي انت بتقوله. عشان تعرف تأثر على الناس لازم توري لهم نماذج ونتائج، مش تقول لهم انا هعمل، لازم تقول لهم انا عملت. عشان تكون باشا في نفسك لازم تكون فاهم الدنيا اللي حواليك، يبقى الاهم من البصر البصيره. استنوني يوم الجمعه يا جماعه، محضر لكم حلقه جامده، هقول لكم ازاي ممكن نطبق كل الكلام ده في المواقف اللي بتقابلنا في الحياه كل يوم. النهارده احنا اتكلمنا بشكل نظري، يوم الجمعه بقى العملي. وبكده خلصت الحلقه النهارده، اشوفكم ان شاء الله يوم الجمعه اللي جاي. توتا توتا، خلصت الحدوته. محمد فارس، سلام عليكم.